أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة في الحدث. نبدأ حلقة اليوم من لبنان مع خبر وفاة الشابة اللبنانية هناء خضر بعد أن أحرقها زوجها وهي حامل في شهرها الخامس. وننتقل إلى العراق لنتحدث عن العراقية أم سلوان السبعينية التي تتطوع لغسل ملابس المتظاهرين في الاعتصام بساحة البرلمان العراقي على نفقتها الشخصية. كما لدينا وقفة في السودان مع المطربة السودانية منى مجدي التي تحارب مرض السرطان بالموسيقى، وأخبار اجتماعية ومنوعة تتابعونها بعد الفاصل. توفت الشابة اللبنانية هناء خضر بعد 11 يوما من المعاناة بسبب حروق التهمت جسدها بالكامل عقب أضرام زوجها النار بها وهي حامل في شهرها الخامس. بعد أن صارعت الموت لأحد عشر يوماً، توفت الشابة اللبنانية هناء خضر بسبب حروق التهمت جسدها بالكامل عقب أن أضرم زوجها النار بها وهي حامل في شهرها الخامس. حروق من الدرجة الثالثة غطت كامل جسدها وتسببت بفقدان جنينها بعد أن حرقها زوجها عثمان عكاري بإسطوانة الغاز بعد تعنيفها في محاولة لإرغامها على إجهاض جنينهما بحجة الضائقة المادية. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر وفاة هناء، وعبر الناشطون عن غضبهم لما تعرضت له ابنة شمال لبنان، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بزوجها ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة بحق زوجته. هناء لم تكن الضحية الوحيدة، ففي الأسبوع الماضي نقلت عدة نساء إلى المستشفيات بسبب العنف الأسري، كالشابة غنوة التي تم تعنيفها بطريقة وحشية من قبل زوجها وهو عسكري في قوى الأمن الداخلي اللبناني. تروي امرأة نبالية قصة عودتها لمقاعد الدراسة وهي تبلغ 27 من العمر بعد أن تركت التعليم في صغرها للزواج والسفر والعمل في الهند، وكيف أنها الآن ترتدي الزي المدرسي لتفتح آفاقا جديدة لها ولغيرها من نساء بلدتها. بعد أن هربت من التعليم من أجل الزواج والسفر للعمل في الهند، عادت النبالية بارواتي سونار إلى بلدتها لترتدي زي المدرسية من جديد وتفتح أفاقا جديدة لها ولغيرها من النساء في البلدة. بارواتي وهي أم لطفلين قررت العودة لمقاعد الدراسة فاتحة باب الإلهام للنساء في بلدتها من أجل التعلم، فبعد سفرها إلى الهند أدركت افتقارها للغة المحكية في الغربة، عندها قررت العودة لتكمل تعليمها وهي في سن 27. تزوجت وأنا صغيرة وبعد ذلك سافرت إلى الهند مع زوجي، وهنالك كان الجميع يتكلم الإنجليزية ووجدت الأمر صعبا لأني لا أعرف الإنجليزية، لقد ألهمني ذلك للتعلم. قبل أن تخرج كل صباح من المنزل مع زملائها إلى المدرسة ترتدي بارواتي زيا رسميا، وهي تأمل أن تصبح متعلمة بدرجة كافية للاعتناء بحسابات المنزل ومتمنية أن يصبح أحد أطفالها طبيبا. عندما أذاكر أساعد الأخت الكبرى بارواتي في الدراسة وهي تساعدني أيضا وتوبخني عندما لا أقوم بواجب المنزلي. وبعد انتهاء الدوام تأخذ هي وأبناؤها 20 دقيقة سيرا على الأقدام للعودة إلى المنزل، وتذهب أيضا إلى معهد قريب مع ابنها ريشام البالغ من العمر 11 عاما لتحضر دروسا في الحاسوب، وتقضي باقي أوقاتها في إكمال واجباتها الدراسية، وتأمل بأن تقود جهودها نساء مجتمعها للعودة إلى التعليم في ظل التمييز وانتشار زواج القاصرات في نيبال. بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثانية
قررت المطربة السودانية منى مجدي محاربة مرضها بالموسيقى، فلم تتوقف الفنانة عن الغناء والأداء في الحفلات الموسيقية. المزيد من التفاصيل عن رحلتها مع محاربة السرطان في التقرير التالي. جمهوره يعني بيصفق لي وأنا في الستيج، شعور لا يوصف. رؤية الجمهور يهتف لي وأنا على المسرح هو شعور لا يوصف، هكذا عبرت المطربة السودانية منى مجدي عن سعادتها بالغناء. فبعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثانية قررت أن تحارب مرضها بالموسيقى. خضوعها للعلاج الكيميائي لم يقف عائقا أمام إكمال مسيرتها الفنية، وعند عودتها من رحلة علاجها في العاصمة المصرية القاهرة باشرت منى بالأداء في الحفلات الغنائية، حيث تعتبر أن الموسيقى هي أفضل علاج لها. أثرت جمهوره يعني بيصفق لي وأنا في الستيج، شعور لا يوصف. كنت مبسوطة شديد، يعني دي أحلى حاجة، ممكن من أحلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. المرض ده إنه وراني قدر شنو الناس بتحبني، يعني أنا مبسوطة شديد بالحب بتاعهم ده وبالدعم ده. في شباط فبراير 2022 تم تشخيص مرض منى، لكنها اختارت محاربة المرض بالموسيقى وحب ودعم جمهورها، كما تقدم أيضا الدعم المعنوي للأطفال المصابين بالسرطان. المطربة السودانية تشارك آلاف المتظاهرين احتجاجاتهم المناهضة للحكم العسكري في السودان، حيث تنحدر من أسرة لها تاريخ عريق في التفاعل مع القضايا الاجتماعية، فقد كان والدها مجدي سليم أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعد المطربة الشهيرة من الأصوات القوية التي برزت في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة كواحدة من الفنانين المشاركين في تطوير الفن السوداني، ومن أغانيها هذه بلدنا حكومتنا مدنية وسوداني حر وطن حر. أصبحت الكثير من الشابات الجزائريات يبحثن عن فرص العمل المتاحة عبر الإنترنت، بما في ذلك صناعة المحتوى والتسويق الإلكتروني. إحدى هؤلاء الشابات الشابة أصالة حجاج، التي تحول شغفها في هذا المجال إلى مصدر رزق في وقت يطالب فيه الكثير بصياغة قوانين واضحة تحمي المستخدمين من الجرائم السيبرانية. شغف يتحول إلى مصدر رزق، هكذا بدأت قصة الشابة أصالة حجاج. في سن لا يتعدى 17 كانت بدايتها حين قررت فتح صفحة تهتم بعالم السينما، لتلقى هذه الصفحة اهتماما من قبل أصحاب المجال. هي الفكرة بدأت في 2019 وقت الكوفيد، لكن يعني العمل الحقيقي بدأ في 2020. فتحت صفحة وصفحة بدت يعني من اكتشاف انه في الجزائر عندنا شغف كبير في السينما، وما عندناش كيش نقول لك انترست كبير في السينما، وحتى لو عندنا انترست راح يكون في هذيك السينما المعاصرة. عروض عمل من شركات كبيرة أصبحت تعرض على الشابة الجزائرية أصالة لتكتشف بذاتها الفرص المتوفرة في هذا العالم. تتعامل مع يف سان لوران، اجت عن طريق يعني اكتشاف يعني nothing more، وكنت يعني كل يوم احرص انه نحط حاجه جديده على لي فيلم، على يعني كيش نقول لك my discoveries، اكتشافات، suggestions، anything that has to do with cinema. ويعني بصدفه اجت شافوا عملي وتواصلوا معي عبر الإيميل. تسعى الكثير من الشابات الجزائرية اليوم لاستغلال هذه المواقع لتوفير فرص عمل. السوشيال ميديا تعطينا فرص أن نقدر نربح بها الوقت، يعني نقدر نخدمه ونقرأ، سيختو إحنا التينيجرز عدناش الوقت لازم نقرأ، فالسوشيال ميديا تقدروا نستعملوها باش نوفروا علينا الوقت، منها ندخلوا يعني عدنا مكسب، ومنها نقدروا نقرأ باش ما نسمحوش لها في القراية، وتكون عندنا من جهتين نقدروا نخدموا ونقدروا نجيبوا دراهم. ويعتبر التسويق الإلكتروني أحد أهم العروض المتاحة بالجزائر، غير أن تورط البعض في قضايا سابقة جعل من الكثير يطالب بصياغة قوانين واضحة تنظم المجال. ورغم وجود فرص عمل كثيرة تبقى مشكلة تحويل الأموال أحد أهم العوائق التي تواجه الشباب، في ظل تخوف يطرح نفسه حول ماهية بعض المؤسسات وأهدافها الحقيقية.
من الجزائر سارة بانا اليوم. وما قال حلقتنا لليوم للكاتبة المغربية سناء العاجي نتابع بعد الفاصل. تحدثت الكاتبة المغربية سناء العاجي في مقال اليوم عن احتكار كرة القدم على الرجال في المجتمعات الشرقية، مؤكدة أن العقليات المتحجرة كما وصفت لا تكترث للإنجازات التي تحققها النساء في الرياضة، بل تركز على ما يرتدينه. لنتابع المقال معا. في متخيل معظمنا كرة القدم للرجال، النساء قد يمارسن رياضة التنس، العدو، التزحلق على الجليد، لكن كرة القدم لا، هي حصريا للرجال. في طفولتهم يلعبونها في الحي، في ملاعب حقيقية أو بين الأزقة والدروب. يصنعون مرمى الفريق بأحجار صغيرة، يلتف حولها الجمهور الصغير يشجع هذا الفريق أو ذاك، يتدبرون أمر قميص الفريق وكابتن الفريق وحارس مرمى الفريق. الفتيات من جهتهن قد يمارسن ألعاباً أخرى بالدمى أو المطابخ الصغيرة، وأحياناً لعبة الحجلة أو القفز على الحبل. رياضات مقسمة حسب الجنس، ولا يجوز للطفلات أو الأطفال أن يعتدوا على ألعاب بعضهم البعض. لذلك فحين وصل الفريق النسوي لكرة القدم المغربية منذ بضعة أسابيع لنهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم النسوية، فقد كان هذا إنجازاً حقيقياً، إنجاز ليس فقط رياضياً بل إنجاز يتحدى التصورات المجتمعية المبنية منذ أجيال في أذهان الرجال والنساء على حد السواء. كما أنه إنجاز استثنائي لأنه غير مسبوق، فالفريق المغربي النسوي فتي وكرة القدم النسوية بمجملها فتية، ومع ذلك فلبؤات الأطلس في تصفيات نصف النهاية مثلاً فزنا أمام الفريق النيجيري الحاصل منذ انطلاق المسابقة عام 1991 على 11 لقب من أصل 13. بالفعل لم يحصل الفريق المغربي على كأس أفريقيا، لكنه وصل لمباراة النهاية بتألق لم يتوقعه المتابعون في المغرب ممن كانوا يعتبرون كرة القدم شأناً رجالياً بشكل حصري. الكثيرون بيننا يتذكرون تعليق صحفي رياضي في إحدى الإذاعات رد على متصلة كانت تعلق على مباراة لكرة القدم قائلاً: اهتمي بشؤون مطبخك، هذا سيكون أفضل، وهي المداخلة التي دفعت الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري الهاكا لتوجيه عقوبة للإذاعة المعنية ولحجب البث نهائياً خلال فترة بث البرنامج، وذلك لمدة 15 يوماً. لذلك فخارج البعد الرياضي، هذه المشاركة المغربية ووصول الفريق لنهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم النسوية هو ليس إنجازاً رياضياً فقط بل ثقافياً أيضاً، إنجاز سيكون له ما قبله وما بعده، إنجاز سينهي أسطورة كرة القدم للرجال والمطبخ للنساء. خلال المباراة امتلأ الملعب بالنساء في رقعة الملعب وفي المدرج. تابع المباراة في الملعب وعلى شاشات التلفزيون عشرات الآلاف من الرجال والنساء، ممن تحطم في ذهنهم بشكل لا واعي ربما الحاجز الذي كان يفصل في الماضي بين كرة القدم وبين النساء، وهذا يتجاوز كرة القدم نفسها ليؤثر على التصورات فيما يخص تقسيم الأدوار والكفاءات النسائية والميادين التي يمكن أن تكون بها النساء فاعلات. للأسف لم تحدث المعجزة، لم يكتف الجميع بالحديث عن كرة القدم وعن الكفاءات الرياضية وعن أسلوب اللعب وعن الاستثمار اللازم مستقبلاً في كرة القدم النسوية لكي تلعب أدواراً ريادية قادمة. لا، فقد خرج علينا البعض ممن لم يرى في فريق كرة القدم النسوي إلا أفخاذاً عارية. ما الذي يحدث مع بعض الذهنيات التي من شدة تدينها لا ترى إلا أفخاذ النساء؟ في مباراة لكرة القدم تشكل حادثاً استثنائياً لبلد معين، لا يرى هؤلاء لا الكفاءات ولا القدرات الرياضية ولا الإنجاز الرياضي ولا قميص البلد ولا فخر سكانه،
بل يقتصرون على أفخاذ النساء وسيقانهن في تعبير عن هوس مرضي، تماما كما حدث في مصر حين شاركت رياضيات بطلات في مسابقات ألعاب القوى يوجين 2022 وحصلت بعضهن على ميداليات ذهبية لتجدن أنفسهن وسط موجة هجوم بسبب لباس الرياضة، بدل أن تكن موضوع افتخار وتشجيع ودعم وتتويج أصبحن محط اتهام وسب وشتيمة، حتى أن أم إحداهن خرجت تبرر ملابس ابنتها وكأنها ارتكبت جريمة، بينما هي في الواقع حصدت ميدالية ذهبية. أليس في كل هذا دليلاً آخر على كون العقليات المتحجرة التي تتهم العلمانيين بالرذيلة والفساد لا تعبر في الحقيقة إلا عن فساد عقلياتها المريضة؟ أخبار اجتماعية وأخرى منوعة تتابعونها بعد فاصل قصير. تشارك الملاكمة البريطانية من أصول صومالية رملة علي في أول مباراة نسائية تشهدها السعودية، والتي ستقام على هامش بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل نزال البحر الأحمر، لتمثل بلدها الصومال للمرة الثالثة في إحدى مباريات الملاكمة النسائية الدولية. بعد أولمبياد طوكيو وبطولة العالم للسيدات في الملاكمة، ها هي الملاكمة البريطانية من أصول صومالية رملة علي تمثل بلدها الصومال للمرة الثالثة في إحدى مباريات الملاكمة النسائية الدولية، وفي أول مباراة نسائية تشهدها السعودية والتي ستقام على هامش بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل نزال البحر الأحمر في جدة. تواجه رملة علي نظيرتها من الدومينيكان كريستال غارسيا نوفا. في سن مبكرة اتجهت رملة إلى إنجلترا مع عائلتها كلاجئة حرب، ثم بدأت الملاكمة في سن المراهقة في محاولة منها لفقدان الوزن، ومنذ ذلك الحين عشقت مجال الملاكمة رغم اعتراض شديد من أهلها وقبيلتها، مما اضطرها للتدرب بسرية تامة حتى فوزها. وفي عام 2018 توجهت إلى العاصمة الهندية نيودلهي لتصبح أول ملاكمة تمثل الصومال في بطولة العالم للسيدات، لتشارك بعد ذلك في أولمبياد طوكيو. ورغم خروجها المبكر من البطولة آنذاك، إلا أن تجربتها كانت محفزاً للعديد من الملاكمين الصوماليين. لم تكن ترغب رملة في الحديث عن قصة حياتها في البداية، ولكن غيرت رأيها لاحقاً بعد زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بصفتها سفيرة لمنظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة يونيسف، لتلهم قصتها الكثير من اللاجئين والفتيات. تشارك السيدة العراقية المعروفة بأم سلوان في الاعتصام بساحة البرلمان العراقي من خلال تقديم خدمات غسل الملابس مجانا للمتظاهرين من أنصار التيار الصدري الذين جاءوا من محافظات أخرى. لنتابع. أنا بنت جزاز الحجي هنا. من بين جموع المتظاهرين الشباب، ليس صعباً أن تلاحظ المتظاهرة السبعينية المعروفة بلقب أم سلوان، وهي تشارك في الاعتصام بساحة البرلمان العراقي ولكن على طريقتها الخاصة، فهي تقدم خدمات غسل الملابس مجاناً للمتظاهرين. أم سلوان التي تبلغ 73 من العمر تعمل من 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً على غسل ملابس المتظاهرين القادمين من المحافظات الأخرى مجاناً، معتمدة على أموال تقاعدها لشراء أدوات الغسيل. أنا جيت على مود المظاهرين، الباقي جاي من الناصرية، من العمارة، من البصرة، من الكوت، من النجف، من سليمانية، من ما كان، كلهم باقين هنا، ما حد ما يغسل ملابس، ما نغسل ملابس مجاناً على مود يظاهرون. الاعتصام. أنا أجي الساعة 8 الصبح، ساعة 6 العصر أرجع للبيت. وذني الغسالات من جيبي. برعت بالتقاعد مالي وجبته. وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أم سلوان في الاحتجاجات الجماهيرية، حيث شاركت في العام 2019 في المظاهرات المناهضة للحكومة من خلال المبادرة نفسها. ما
مطالبي أريد يتحقق للشباب تعيينات والوطن يستقر والشعب يرتاح، هاي أريده. ويستمر اعتصام أنصار التيار الصدري منذ الشهر تموز يوليو الفائت مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بعد فشل الأحزاب الرئيسية في اختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة. يتلقى أكثر من 103 أطفال ومراهقين من ذوي الإعاقة في العاصمة الفنزويلية كراكاس جلسات علاج لكن بطريقة جديدة، وهي ركوب الخيل في مركز علاجي تكاملي يقدم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض. قبل الميلاد ب400 عام استخدم اليونانيون ركوب الخيل كعلاج، وهي الطريقة التي استلهمها مركز علاجي في العاصمة كاراكاس الفنزويلية، حيث يتلقى أكثر من 103 أطفال ومراهقين من ذوي الإعاقة جلسات علاج بركوب الخيل. بمساعدة الخيول يمنح مركز العلاج الأمل للأطفال المعاقين، إذ كان هذا العلاج شريان حياة بالنسبة لديريك ميندوزا البالغ من العمر 6 سنوات والمصاب بالشلل الدماغي. وديريك هو واحد من بين 100 طفل تلقوا العلاج في مركز العلاج التكاملي CTIV بالعاصمة الكاراكاس، كما يقدم المركز الدعم ويقلل التكلفة لبعض الأسر ذات الدخل المنخفض. أردنا المساعدة وتقديم الخدمة وإعادة تأهيل المرضى خاصة للأطفال ذوي الموارد المحدودة، الأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم توفير نوعية حياة أفضل لهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج. والعلاج بركوب الخيل هو طريقة قديمة وشكل من أشكال العلاج العصبي العضلي الذي يمكن أن يحسن وضعية ومهارات الطفل الذي يعاني من التوحد أو فرط الحركة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما وتساعد حركة الحصان وحمله للطفل على ضبط العمود الفقري للطفل في المحور الصحيح وموازنة جانبيه الأيمن والأيسر، كما أن رأسه لا يعود ثابتاً حيث يسترخي وتتمكن عيناه من استكشاف العالم على جانبيه. بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، أشكركم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.